انضم إلينا من الناصرة السيد نظير مجلي خبير الشؤون الإسرائيلية. سيد نظير، مساء الخير وأهلا بكم. مساء الخير أستاذ عمر، لك وللإخوة المشاهدين والمشاهدات. تحياتي لك سيد نظير. أولا، كيف ترى هذا التضارب في التصريحات؟ نجد بتسئيلي سموتريتش وزير المالية يقول بأنه يجب هزيمة حماس حتى على حساب الرهائن وإن لم يعد الرهائن أحياء، ونجد بيني جانس على الناحية الأخرى يقول بأنه يجب هزيمة حماس ولكن يجب أن يعود الرهائن أحياء. كيف ترى هذا التضارب وإلى أي مدى يعكس انقسام حاد في الحكومة ومجلس الحرب؟ يعني هو فعلا تناقض وفعلا مبني على ذلك الانقسام في الآراء. هذا المجتمع الإسرائيلي كله يعاني الآن من هذا الانقسام. يوجد اتفاق بشكل عام أكثرية الناس مع الجيش في الحرب، لكن الجيش هو نفسه يختلف مع القيادة السياسية. توجد حكومة في إسرائيل اليوم رئيسها والجناح اليميني المتطرف فيها يريد الحكم بأي ثمن، وحتى لو كان هذا الثمن حرب وتنازل عن تحرير أسرى وتنازل عن جنود يقتلون في المعركة واقتصاد يضرب ومصالح تضرب ويفتعلون أزمات مع مصر، مع الولايات المتحدة، مع الاتحاد الأوروبي، مع قطر. يعني الأجواء التي تعيشها إسرائيل اليوم هي تعكس وجود حكومة مفلسة ليس لديها حلول لأي مشكلة، ليس لديها نجاحات في أي قضايا أو أهداف تضعها، كان ذلك في الحرب أو في أمور أخرى، وتحاول أن تصدر أزماتها وتلقيها على كاهل الآخرين، وفي ذلك تتصرف بشكل أعمى وتضرب مصالحها بنفسها. يعني لأن يعني هل يعقل اليوم أن يدخلوا في مشكلة مع مصر أو يدخلوا في مشكلة مع الإدارة الأمريكية وكذلك مع قطر؟ نعم، حتى نعم بالتأكيد. يعني أولئك الذين يحاولون أن يتواسطوا ما بين إسرائيل وبين حماس لكي يكون هنالك حلول لهذه القضايا وتوفير إراقة الدماء وحماية أرواح الأسرى الأبرياء، كان ذلك من الجانب الإسرائيلي أو أهليهم الذين يعانون الأمرين. حكومة مفلسة وتحاول أن تصدر أزمتها للآخرين. طيب، تابعنا كلمة يائير لبيد زعيم المعارضة في الكنيست، وأيضا تابعنا ردود أفعال بنيامين نتنياهو ويجلس غاضبا على كم الاتهامات التي وجهها لبيد لحكومة نتنياهو. برأيك، هل تكتسب المعارضة يوما بعد الآخر المزيد من التأييد في الشارع الإسرائيلي مع الإخفاقات العسكرية والسياسية لحكومة نتنياهو؟ بالتأكيد هكذا تقول استطلاعات الرأي التي تجري في كل أسبوع مرتين ثلاثة، يعني في مختلف وسائل الإعلام مع معاهد الأبحاث تجري مثل هذه الاستطلاعات، وهي كلها تشير إلى أن إذا لو جرت الانتخابات الآن في إسرائيل ستخسر حكومة اليمين الحكم، ستهبط من 64 مقعدا لها اليوم من مجموع 120، ستهبط من 64 إلى 44، يعني ستخسر الحكم بشكل مؤكد، ولهذا هو يتشبث بالحكم، وبالطبع لا يحتمل أن يستمع الانتقاد. نتنياهو يعني هنالك في داخل إسرائيل من يقول يجب أن يجري فحص نفسي له، نتيجة لأنه يسير في طريق فيه تناقض مع كل المصالح الإسرائيلية، وفيه فعلا يعني تخلي عن أسرى. في يوم من الأيام كانت إسرائيل تتباهى بأنها تحفظ حياة الجنود ومن أجل جندي واحد مستعدة أن تطلق سراح 1000 أسير، نتيجة لأنها تهتم بأرواح الإسرائيليين. فماذا مع 136 أسيرا اليوم موجودين في لدى حماس في الأسر تحت الأرض وفي ظروف خطيرة للغاية وحياتهم مهددة بالخطر وهي تتنازل عنه؟ ما هي الطرق أو الوسائل التي يمكن أن يلجأ إليها بنيامين نتنياهو واليمين في حكومته سواء بن غفير أو بتسئيل سموتريتش من أجل إطالة أمد هذه الحكومة تحت وطأة الخسائر العسكرية الفادحة كما رأيناها خلال اليومين الماضيين في القطاع، أيضا الإخفاقات السياسية، أيضا الإخفاقات الاستخباراتية؟ ما هي الوسائل التي من الممكن أن يلجأوا إليها خلال الفترة القادمة برأيك؟ من جهة نتنياهو أفضل طريق لأن يبقى في الحكم هي استمرار الحرب. هذا الأمر كان في مرحلة معينة يتلائم مع استراتيجية الجيش الإسرائيلي
الذي تلقى ضربة قاسية في 7 أكتوبر وحاول أن يسترد هيبته عن طريق ذات تلك الحرب الجنونية ضد أهل غزة، وأنا أؤكد ضد أهل غزة وليس ضد حماس. في الأساس أهل غزة هم الذين تلقوا الضربة، وهم مستمرون في توجيه نفس السياسة في ضرب أهل غزة المدنيين. لكن الجيش يرى أن المعركة الحرب استنفذت نفسها، يعني عنده ما يستطيع أن يقوله للناس: أثبتنا أننا أقوياء وأننا نستطيع أن نضرب، اغتلنا صالح العروري، اغتلنا مجموعة من قادة حماس في غزة، قضينا على قسم من قوات حماس ومواقعها ومراكز التدريب وأسلحتها. يستطيع أن يقول الآن ليس بالضرورة أن نستمر في الحرب، ينبغي الآن إطلاق سراح الأسرى. لا يقول الجيش هذا الكلام بصوت عال، ولكنه يقوله بصوت خافت في كل المؤسسات الداخلية. أيضا يسمع هذا الكلام نتنياهو بشكل مباشر، وليس صدفة أن نتنياهو يعني يستغل أن الجيش لا يستطيع أن يقول هذا الكلام فيلقي رواية أخرى، مما جعل عضو مجلس قيادة الحرب جادي أيزنكوت، وهو رئيس سابق لأركان الجيش الإسرائيلي، يقول آن الأوان لأن نقول الحقيقة للناس ولا نكذب عليها. الأهداف التي وضعناها للحرب غير واقعية، تحرير أسرى عن طريق القوة مثل عملية عين تيبي سنة 79، هذا الأمر لن يحدث، ولذلك ينبغي أن نذهب إلى مفاوضات. عضو قيادة الحرب يتكلم بهذا الشكل، صحيح. وهذا طبعا يزعج نتنياهو بالتأكيد. هل هذا ما يفسر فكرة المقترح الذي نقل أو نقلته أكسس بأن إسرائيل تقترح هدنة لمدة 2 شهر؟ حتى هذه الهدنة التي اقترحها نتنياهو تراجع عنها، وسبب التراجع هو التهديد الذي تلقاه من اليمين المتطرف سموتريتش وبن غفير بأنهما سينسحبان، هما وحزبهما 14 مقعدا، سينسحبان من الحكومة إذا ذهب في هذا الاتجاه، فتراجع وقال أن هذه الكلمة هذا الكلام غير صحيح، أنا لم أقترح هذا الاقتراح، مع أنه تنصل من مما كان اقترحه تماما يعني. نعم، وهو نفسه كان قد أعلن لعائلات الأسرى قبل 2 يوم فقط بأنه قدم اقتراحا لحماس وحماس ترفض. فيعني وهو طبعا يعتمد على الذاكرة القصيرة للناس، ولكن هنالك اليوم انكشاف واضح لأكاذيبه والشعور بأنه فعلا يقود إسرائيل إلى حرب بلا أهداف سياسية حقيقية، بلا إنجازات على الإطلاق، يدفع فيها ثمن باهظ، وكل ذلك في سبيل تمديد عمر حكومته. هذا أمر شائع في الشارع الإسرائيلي اليوم، يقولونه حتى في استطلاعات الرأي تكتبه الصحافة، مع أن إسرائيل في حرب عادة الصحافة لم تكن تتفوه بهذا الشكل خلال حرب، ولكنها الآن تفعل ذلك لأنها تشعر أن الاستمرار في الحرب من الممكن أن يؤدي إلى انفجار شامل في المنطقة. نحن نتحدث الآن عن جبهة أخرى في الشمال، جبهة أخرى في الحوثي والبحر الأحمر، وهذا يهدد أمن ليس الدول المنطقة المجاورة لإسرائيل، يهدد كل المنطقة، يهدد بجر إلى حرب عالمية حتى نتيجة لمشاركة الولايات المتحدة والدول الأوروبية. ولذلك نرى الآن مجموعة من الزيارات من أوروبا لإسرائيل في محاولة لجم القيادة الإسرائيلية وإقناع القوى القادرة على أن تلجم نتنياهو بطريقة أو بأخرى، حتى لو أدى ذلك إلى تفكيك الحكومة الحالية والانتقال إلى حرب داخلية في السياسة الإسرائيلية.